اقول خليك بالاحترافيه وتحمد الله انك ما انت في وقت الامير فيصل بن تركي ولا كان جابك للنصر ولا راح للهلال. لا شوف هذا على فكره عشان كذا هذا اللي ضحك. لا على فكره على فكره عرض النصر شوف عرض النصر اقسم بالله يا فهد انه اعلى من عرض الهلال بالنسبه لي انا. عرض الهلال متساوي انا وطائي. تو نمدحك وتقول انت انا اخترت الافضل. خليني بقول لك انا خليني بقول لك انت تقول لي حظك انك ما انت بعصر فيصل بن تركي. اي وانا اقول حظك بعد انت يا فهد ما انت بوقت عبد الرحمن بن مساعد ولا كان انت لاعب هلالي معروف. كان وين شفت يعني. وهذا لكن انا اقول لك كان هالبطوله انا توقيع جديد يا فهد عرض النصر اكثر من عرض الهلال بالنسبه لي ما هو بالنسبه للطائي. بالنسبه لعرض الهلال انا والطائي متناصرين. اخترت العرض اللي تنصفت انا والطائي فيه. لا حتى الان الى يومك هذا وانا كل الحب والاحترام للنادي اللي طلعني وعرفني وخلاني العب كاس العالم.